كاف 24 تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة. المشكل اليوم كنشكروا العمدة على الجلسة اللي فتحها للعموم، وهذا كان هو مطلب ديالنا. وهنا كتشوفوا الساكنة كتجي على أساس كاين واحد مجموعة المشاكل، وكاين واحد اللافتات كانوا كيدوروا داخل القاعة، واحد مجموعة ديال الجمعيات كيطلبوا لقاء بالعمدة، والعمدة ما كيستجبش للطلبات ديال الجمعيات أو ديال المواطنين بصفة عامة. هنايا هو هاد الناس هادو ولفوا دابا كيجيو للدورة متبعين الشأن المحلي، ولاو كيجيو لهاد الدورة باش كيناقشوا واحد مجموعة المشاكل. لاحظتوا الإخوان كاين اللي كيطلب بولات ديال الضو، كاين اللي كيطلب الطريق، كاين اللي كيطلب كل واحد شنو كيطلب. العمدة اليوم ارتئينا على أساس هو اللي يتهم بعض الناس اللي كيجيبوا الناس ولا كذا، ولا كيقصدني مباشرة لديك أحمامي. ولكن أنا اليوم كان تبين لي على أساس العمدة هو أكبر بارطاجي بالنسبة لي أنا، وهذا رأيي. على أساس هو اليوم بين على أساس هو ضعيف 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 جدا باش يقدر يسير هالمدينة ديال طنجة، والعمدة ماشي في المستوى ديال المدينة ديال طنجة. وهذه هي الحقيقة اللي خصها تتقال. أولا العمدة خصو يكون عنده النفس الطويل، خصو كيفاش يعرف كيفاش يتناقش مع الساكنة. لاحظتوا كيتناقش مع الإخوان وكيتعامل مع السادة المستشارين، والإخوان كيجيوه من مباشرة ديريكت كيقولوا له هذا هو المكان الوحيد اللي عندنا احنا بحكم المعارضة اللي عندنا حنايا مع الأغلبية اللي كنسميوها الأغلبية الدكتاتورية اللي عندهم، واللي كتاخذ القرارات ولو ديك القرارات ماشي مناسبة، ولكن هي كتاخذ ديك القرارات على أساس احنا عندنا الأغلبية المطلقة كتحيل علينا وكتبودر علينا احنا كمعارضة. لهنايا العمدة اليوم تبين على أساس هو اللي باغي يخلق هاد المشاكل، ولاحظ الإخوان جاو مستعدين باش يدخلوا في واحد مجموعة ديال النقاط، وشاف الإشارات بدات كتوصل تبين له على أساس يرفع الجلسة ويمسحها بأنهم المواطنين كيجيو. لاحظتوا المواطنين كانوا كيناقشوا سكات الكالم الهدوء، هو اللي خلق الجو ديال الفوضى وهاد الجو ديال الصراع باش يعمل جلسة مغلقة باش يدوز قرارات اللي بغا ديال التفويض ديال الأراضي لصحابهم والناس ديالهم، وبغى يعمل واحد مجموعة ديال الخطوات اللي بغا يعملها ما بغا يعرفها حتى واحد، باش هو يمشي ويقول أنا دوزت دول أعمال ديال الدورة ودوز كذا ودوز هذا، والهدف ديالو هو يدوز الدورة ويدوز المقررات ديالو. والسلام عليكم. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش الاشتراك في قناتنا على يوتيوب وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد.